لكن دعونا نرى ما صنعه بيبي في هذه اللقطة عندما يعني هل هناك قصد أمامنا هنا؟ أو شوف أمامنا هنا، شوف لا ده قاصد هذه أمامنا بيبي الذي يأتي بالتصرفات الغريبة في هذه اللقطة. هذه الإنذار مستحق لكيخون، وتغاضي من حكم اللقاء عن إيذاء متعمد من جانب بيبي. هذه بيبي.